أهلا بيكم في أولى حلقاتنا من برنامج البيت الكبير. برنامج البيت الكبير برنامج شامل اجتماعي ثقافي فني بيهتم بالأسرة بشكل عام. هنقدم فقرات مختلفة، فقرات فنية، هنهتم بالصحة والجمال، هنتكلم عن الثقافة والفن، عن الرياضة والأخبار. برنامج البيت الكبير إن شاء الله نقدر نقدم لكم فيه معلومة جديدة تفيدكم ونستفيد منكم ونستفيد إن إحنا موجودين معاكم على الهواء. برنامج البيت الكبير في أولى حلقاته مستضيف إن شاء الله عندنا فقرتين، الفقرة الأولى مع الأستاذة نشوى الغريب أخصائية التجميل وصاحبة شركة كاريشما للعناية بمنتجات الشعر، والفقرة الثانية الأستاذ الدكتورة نهلة مسعد أخصائية التغذية العلاجية والصحة النفسية. إن شاء الله تكونوا تستمتعوا معانا وتستفيدوا. فاصل وإن شاء الله نكمل بعد الفاصل. أهلا بيكي أستاذة نشوى الغريب. إحنا طبعا استضفناك النهاردة عشان نتكلم عن مشاكل الشعر والبشرة وتحديدا البروتين ومشاكله والصبغة ومشاكلها. ده موضوع كبير. هتاخدي مننا الأسئلة، هنجاوب بصراحة عشان بصراحة من انت غير ما حد صاحبة يسأل. شركة وعندك منتجات، فطبيعي ان احنا ان الكلام ممكن يكون ياخد مسار هجومي شوية، بس احنا مش هنهاجمك. يعني أنا اتضحك عليا بقى كده. لا احنا هنتكلم بصراحة لا مفيش مشكلة، عشان وأنا بحب نقدر نفيد الصراحة. الناس والناس تبقى فعلا تستفيد من الكلام اللي احنا هنقوله. تمام مع في حضرتك. البداية خالص انا عايز اسألك، ايه الفرق بين البروتين وكريمات الفرد العادية؟ تمام. كريمات الفرد في قاعدة كبيرة جدا من الناس بتلجأ لها علشان هي البديل الأرخص للبروتين، سعرها أقل وبتديهم نتيجة حلوة، هم شايفين كده، بس بصراحة هي ضررها أكبر بكتير. ده وسط قلوي، احنا بنشتغل يعني، أو كريمات الفرد بتعتمد في التكنيك بتاعها على مواد كاوية زي الصودا الكاوية، فهي بتدي فرد وشكله حلو ورخيصة، بس هي خطر وبتبهدل الشعر أو بتبوظ روابط الشعر. الصودا الكاوية اللي هي بالبلدي كده البطاطس. أو تمام. أو فعلا حتى هتلاقي التكنيك بتاعها في التطبيق صعب شوية، يعني ما يجيش على الجلد، لازم مش عارف ايه، متطبقش بحرارة، مجرد نحطها على الشعر ونسرح وخلاص بتفرد. الصودا الكاوية وفي ناس، انا بيجي لي ناس يقولوا لي حلوه جدا معانا واحنا كويسين وعجبانا وكمان سعرها رخيص جدا، بس تيجي بقى مثلا تعمل صبغه، تعمل اي ستايل في شعرها، تعمل اي حاجه، ممكن شعرها يولع. بمعنى اصح، انا جات لي بنت ومش قايله انها بتعمل اي حاجه، بتعمل حنه فرد. مبدئيا ما فيش حاجه اسمها حنه فرد، يعني ربنا ما خلقش حنه، الحنه البلدي دي بتاعت العطار دي مش حنه فرد، هما بيحطوا لها بقى مواد تفرد. البنت شكلها شبه الفار ايست كده، فانا قلت شعرها ناعم طبيعتها، بتعملي حنه، بتعملي صبغه، بتعملي اي حاجه؟ قالت لي ابدا، عايزه اعمل لايت. وانس حطيت لها البليتشنج لقيت الفويل بيفور، شعرها بيولع بمعنى اصح، جري شديته وصل لدرجه 10، فتح يعني بهدل الشعر، فدي مش هينفع تعمل بيها اي حاجه. ده بسبب كريمات الفرد. ده بسبب كريمات الفرد. يعني كريمات الفرد تعتبر اكثر خطوره من البروتينات، او من مش هنقول البروتينات، من حاجات الفرد المستحدثه او الحديثه. يعني هي خطر هي خطر. وسوء استخدامها بيعمل مشاكل، بس في ناس بصراحة ما اقدرش اقول الناس كلها اعملي بروتين او اعملي حاجات تانية، لان تكلفتها عشان برضو التكلفه يعني. اكسبنسيف شوية، ففي ناس غصب عنها هتلجأ لها. فنصيحة ما تعمليش معاها حاجة تانية، يعني لا تصبغي ولا تعملي لايت، خلاص دخلتي في السكة دي خلاص مش هتقدري تعملي معاها حاجة تانية. لازم ناخد وقتنا عشان لا وقت كبير، يعني الشعر يطول ويتقص يطول ويتقص لحد ما تقدر تعمل حاجة تانية. طيب جميل. البروتين والكرياتين والحاجات الكتيرة والبوتوكس والبوتوكس والفيلر. هل دي مسميات تسويقية ولا هي فعلا حاجات يعني منتجات مختلفة؟ اي بص، هو يعني لو قلنا في فرق، هو في فرق بين الكرياتين والبروتين والبوتوكس والفيلر، مش فرق في التكنيك، تمام. فرق يعني التكنيك بتاع المواد دي كلها. البروتين يعتبر التطور للكرياتين، الكرياتين كان كلنا بدأنا بيه واشتغلنا بيه زمان، كان بيتطبق على 3 ايام. البروتين احدث وبتكنيك احدث وبتقنية احدث، بقى بيتطبق في جلسة واحدة وعلى يوم واحد، انما كلهم بيشتغلوا اي منتج فيه فرد مع مكوى، فهو هو بيشتغل تكنيك واحد يعني. بالتكنيك واحد بالاحماض الامينية،
تمام. بيفرد بالحمض الاميني، ان انا بحط الماده وبطبق عليه حراره، فكلهم تكنيك واحد. بس مثلا هنقول البوتوكس فرده 80% ومرطباته اعلى، فعلاجي اكتر. الاضافات بقى اللي بتتحط على البروتين او الكرياتين او البوتوكس او الفيلر، هي اللعبه دي بقى في الدعايه وفي المسميات، وتقريبا طريقه التطبيق واحده تقريبا، ما بتختلفش، بس النتيجه ممكن تختلف. يعني البوتوكس ممكن ما يجيبش شعر افريقي. طيب انت قلتي في وسط الكلام كده ان البوتوكس هو اكتر علاجي، هل هو الحاجات دي علاجيه؟ يعني بصراحه طيب هو علاج لايه؟ ما انا ما بسال بالظبط بقى، يعني احنا علاج عايزين نقول لايه؟ دلوقتي، عشان ما في ناس تقول لك انا عندي مشاكل في الشعر فهعمل بروتين، انا عندي تساقط فهعمل بروتين عشان اعالج لا، ما التساقط، هو حسب انا ايه عندي المشكله؟ ايه بقى يعني ايه يعني احنا عندك تساقط ما تعمليش بروتين، روحي للدكتور اتعالجي. البروتين مش علاج، البروتين ما بيعالجش التساقط، البروتين بيعالج الهيشان، التقصيف، شعرك كيرلي جدا ومش عارفه يعني تسرحيه. ما نقدرش نستخدم كلمة علاج، كمان نقول ان هو بيظبط الشعر، هو لان بيفرد، هو لان هو 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 مستحضر تجميلي بالظبط كيميائي مصنع، بيظبط الشعر، مفيش. لكن هو ما هو الهيشان مش حاجة يعني ما نقدرش نقول ان السعارة هو مش مرض، بس بالظبط، عرض بيضايقني هي انا بالظبط كست، كده، يعني بيضايقني هو ان انا بيظبط اصحى. الشعر او احنا بنظبط بيه الشكل، ما هو لكن هي بتضايق، ما ده عند الست مهم، بتضايق تصحى من النوم تلاقي شعرها واقف كده. هنستخدم فده البروتين عشان سحر، ده نظبط شعره. سحر بالنسبة لهم بجد، بيفرق مع ناس ومع نفسيتها. انا بشوف ناس ممكن تعيط، فهو بيفرق معاهم. هنقول بلاش علاجي، تجميلي، بالظبط مستحضر يعني تجميلي للست. تمام. هو يعني الميك اب علاجي مش علاجي، بس انا ما اقدرش استغنى عنه، فهو مستحضر تجميلي. يعني البروتين او الكرياتين اللي هم في جسمنا او في بشرتنا دول ما بيتعبوش في ازايز. البروتين صحيح. او الكرياتين اللي موجودين دي مستحضرات تجميل مصنعه، فيها حاجات بقى طبيعيه زي الهيالورونيك اسيد، بالظبط. بناخد بانسينول، زيوت معينه، شيا باتر، الحاجات دي حاجات طبيعيه، مستخرجة من حاجات من زيوت طبيعيه زي بروتينات طبيعية، بروتينات بروتين اللبن، أوكلات، بروتين بالظبط. الحرير، الحاجات دي بنستخدمها، بس بتبقى زي اضافات. انما التكنيك الاساسي او الفرد الاساسي هو الحمض الاميني. فعشان كده بقول انا هو مستحضر تجميلي. جاي لي عميل عندها تساقط، لا عالجي التساقط، عشان حتى بعد البروتين التساقط مش هيقف. البروتين مش بيعالج تساقط، هو بيعالج هيشان، تقصيف، ومش اي حد يعمل بروتين. تمام، احنا هناخد النقطة دي كمان شوية. تمام. طيب مع حضرتك. كنا زمان بنسمع الكرياتين الفورمالين ومشاكل الفورمالين ولأ، يعني انت كمتخصصة، يعني انت عليك متخصصة وفي نفس الوقت كمان صاحبة منتج، نتكلم بصراحة، هل احنا لما بنيجي نقول انا الكرياتين والفورمالين والكلام ده كله، البروتين هل هو آمن 100%؟ يعني احنا بنشوف دعاية في السوق، منتج آمن 100%، آمن على الأطفال، استخدميه ومش هيحصل لك حاجة، هل فعلا هو منتج آمن بدون أي عوارض جانبية أو بدون أي حاجة ممكن تحصل للشعر؟ بصراحة. أيوة، ما احنا عايزين بصراحة، طب حضرتك هات لي أي منتج تاني آمن 100%، ما هو ده اللي احنا بنقوله، يعني مفيش حاجة التسويق، مصنعة مفيش حاجة اسمها عموما آمنة آمنة، 100%، لكن مفيش. في دعايه كتير جدا بتقول المنتج ده امن، المنتج ده مفيش بعده. لا، هي أساليب دعاية، بس هي الفكرة آمن ولا لأ في إيه؟ يعني انا استخدم منتج احماضه ايه؟ يعني انا لما باجي اصنف البروتين بقول احماض عاليه او قويه، واحماض وسط، واحماض ضعيفه. لو جبت منتج حلو جدا وعلاجي وبوتوكس كويس وطبقته غلط، انا بوظت الدنيا، ما بقاش امن. فهي الفكره في امن لايه؟ الصبغه بتتباع في الصيدليه هي امنه؟ مش امنه، بالعكس، لو حد جت على لسانه او بقه او طفل خدها مات. ما مفيش هو حاجه اسمها، مفيش مستحضر اسمه امن في 100%، مش هشربه يعني. لا، هو اطبقه على الشعر بطريقته. يعني اللي عايزه تطبق بروتين تطبقه مع حد متخصص، حد بيفهم، حد ليه سمعه كويسه. وما تروحش تقول انا عايزه النوع الفلاني لشعري، انت ممكن يبقى شعرك حلو. انا بيجي لي ناس شعرهم حلو بقول لهم لا، صحيح، يعني احنا طبوش. دلوقتي يعني كل نوع شعر ليه منتج وليه ليه طريقه منتج تكنيك، وليه تكنيك، او ليه تكنيك معين المتخصصة او الكوافير لازم بتشتغله يتبعه، او يعني بترشحه وهي للعميلة. تفهم اكتر من عميله. العميله بتقول انا سمعت عنه من الدعايه بقى والبروباجندا انه امن وانه حلو وبيتباع في الصيدليه فهو كده امن. طب ما في شركات يعني السياسه بتاعتها مش عايزه تنزل صيدليه رغم انها تقدر. لا، هي تقول لك ايه المناسب لشعرك عشان هي فاهمه اكتر. يعني انا مثلا دارسه هير ساينس وعارفه ايه المناسب. بيبقوا 2 او 3 اخوات، بعمل لكل واحده منتج غير التاني، او ممكن اعمل الثلاثه نفس المنتج، بس الوقت بيفرق،
المكوة بتفرق، درجة الحرارة، التطبيق بيفرق. وفي حاجة كمان، البروتين لازم يتشطف من على الشعر قبل ما اطبق عليه مكوة. ده حسب ما احنا بنسمع برضو. يعني انت بتقولي انا ان عشان في ناس، بشتغل في بايدي، منتجات تقول لك انا على ما بنسمع وفي شغلنا واحنا في نفس المجال يعني، لا اشطفي، لا ما تشطفيش، لا اصل ده احماضه عاليه ما لازم يتشطف، لا ده ما بيأثرش على انا ما الشعر. شفتش ازازه بروتين لحد دلوقتي مكتوب عليها ما تشطفيش. هو يمكن نوع او نوعين امريكي، وبيتوزع على شعر مبلول اوريدي او مندي، فعشان كده ما بنشطفش. انما كل المنتجات اللي في السوق لو قرينا الكلام يمكن بيبقى مكتوب انجلش فالناس ما بتقراهوش، شطف اتليست 50%، ده اقل منتج لازم يتشطف 50%. ما ينفعش اكوي يعني احط ماده على الشعر وفيها مرطبات وفيها زيوت وفيها احماض، بلاش. انا عارف ضرر البروتين في ايه، ده للمتخصص او للكوافير اكتر من العميله، هو بيشتغل كل عشان يوم. يشم الريحة الدخان، هي الفكره اما بيقولوا الفورمالين، الفورمالين لو هو محطوط في ازازه هو مش خطر، صحيح. احنا في حاجات كتير احنا بنستخدمها كل يوم فيها فورمالين. الفورمالين خطر بعد درجه حراره 200، ان انا اطبق عليه حراره البخار اللي بيطلع منه ده بيعمل كانسر في الجهاز التنفسي، فمش هيعمل للعميله اكتر ما هيعمل اللي بيشتغل من اللي بيه. بيشتغل فيه يعني. فالشطف امان للي بيشتغل وللعميله. يعني احنا كمان هنا ممكن نقول او يعني بننصح المتخصصات او اللي بيشتغلوا او الكوافير بشكل عام علشان صحتهم ان هو يعني يلتزم في بحاجات قواعد الامان، سلامه، السلامه والصحه المهنيه، علشان يبقى هو لازم كمان يبقى مكان فيه تهويه، فيه اضاءه عشان يبقى شايف. لازم الحراره تبقى، انا ما بعلاش عن درجه حراره 200، اي شعر حتى الافريقي. مش لازم برضو العميله تقول انا عايزه شعري 100% مفرود يابانيه، لا افردي شعرك هيطلع فيه كسر، ده صحي ليكي، ده كده احسن. بلاش يعني ثقافه الشعر لازم يبقى مفرود كده، لا ممكن يطلع فيه موجه. امتى عميله تجيلك تقول لك انا عايز اعمل بروتين؟ قلت لها لا. كتير. ايوه امتى؟ العملاء ليه؟ بتاعي اكيد بيتفرجوا عليا. لو شعرها ناعم وحلو بجد حرام. انا تمام. بقول بروتين ده للناس اللي شعرها عندها مشكله فيه فعلا. انت تمام. شعرك ناعم وحلو، بقول لها لا استخدمي مجموعه عنايه، استخدمي شامبو كويس، كونديشنر، حمام كريم، سيروم، شعرك هيبقى كويس. اعملي حمام كريم ببروكيب، وبقول لهم كتير بلاش. لو عميله عامله تفتيح لدرجه عاليه يعني واصله ل 10 او 11 او 12، الناس الجمال اللي بيحبوا الصبغه ومجنونين بالالوانات الجراي والزيتوني، ما تحاولوش تقربوا من بروتين، اللون بيبوظ والشعر بيبوظ. فدول كتير بقول لهم لا، عندها تساقط، عندها صلع وراثي، عندها مشكله، اقول لها نعالجه الاول وبعدين نشتغل. ففي الحالات دي ما ينفعش اشتغل بروتين. سن تحت 12 سنه مثلا، انا ما بنصحش بروتين الاطفال تحت 12 سنه او 14 سنه، نهائي في ناس هتزعل بس اه نهائي. لا ليه يعني، هو الشعر احنا مدرسنا هير ساينس قال لك لحد 12 سنه الشعر ممكن يتغير طبيعته، بيكون عدى عليه الاطوار كلها، فممكن طبيعته تتغير. في ناس بتبقى مولوده يقول لك شعرها ناعم وكويس، لما كبرت بقى خشن او بقى كيرلي، وفي ناس العكس. فاديلها مجال، او بتتعبي من التسريح وزهقتي وتعبتي، بس لا اديلها مجال، قص لها شعرها، اديلها مجال ان شعرها ممكن يتغير بعد 12 سنه. كمان مش هتستحمل، مش يعني الجلسه بتبقى 4 ساعات، مش هتقعد تستحمل مكوه وشد. انا الكبيره هما ما بيعملوا كده بستحملش عشان المدارس، احنا داخلين عشان على بدرس. المدارس وعشان ما ربنا نسرحش يعينهم. وعشان نوفر على نفسنا الوقت والمجهود بتاع الصبح والخناق بيجي بتاع لي، بص الصبح. انا مش هقول لك طب لا، انا بشتغل لاطفال اقل بس بشتغل بطريقه معينه، يعني مبقاش فرد 100%. احنا عندنا مصطلح كده ما اعرفش هو صح ولا غلط، اسمه ترميم، هو المفروض ما فيش حاجه اسمها كده، بس ده بيبقى يعني شويه تعرف تتعامل مع شعرها، مش فرد بقى يعني مش فرد 100%. 100% نقول مثلا لا لا 50% 60% 50% بيدينا نتائج 60% معقولة قوي. يديها نتائج وما بيأذيش شعرها وهي لسه صغيره، فممكن يدي لشعرها مع مجموعه عنايه بعديه شعرها بيتحسن. ده انا بشتغل تكنيك ده مع الاطفال كلها اللي بتجيلي، ما برضاش اعمل فرد 100%. ده اطفال اقل من 12 سنه، وبيردوا نصيحه ان احنا ما وبيردوا هو المفروض الصراحه يبقى يعني. ترميم اي او فرد. منتج بص بينزل ومكتوب عليه ايمن، لو بصيت في الانفيزا بتاعته، لو قلنا المنتجات بتاعتنا مستورده، هتلاقي حته الاطفال لا، مش مسموح لاقل من 12 سنه. جميل جدا. طيب احنا دلوقتي في البروتين بنسمع كده يعني، معلش بقى دي حاجه يعني اسئلتك كلها النهارده معلش. في سوقكم بقى اتفضل. تمام، او يعني انا في المجال فيعني ايه دي مساحتي بصراحه، يعني اللي هو انا بسمع مثلا ناس تقول لك ايه جهزي شعرك قبل البروتين باسبوع، تمام، استخدمي بريل. بريل ايه؟ بريل 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 ايه؟ غسيل الصحون. بتاع غسيل الصحون. استخدمي خلاص بقى هي كده، خلاص شامبوهات كده خلاص. شامبوهات بشكل معين،
هل ده فعلا يعني، يعني انا طبعا الحاجات دي بالنسبه لي انا صدمه، جالي بس ناس انا فعلا و بشوف يعني بشوف ده احنا انا في شفت السوق وبنشوف كوافرات ده فعلا، بتعمل هل كده. ده فعلا صح؟ يعني اه هل طبعا ده يعني ايه النتيجه او ايه التفكير اللي وصل الناس ان هو يعني او متخصصه ان هي تقول حاجه زي كده؟ انا بجد يعني عايز اعرف الموضوع هو ده اللي وصل هما يعني خلوا الشعر زي الاطباق بالظبط كده. انا عشان عشان اشتغل او اطبق لازم الشعر ميبقاش فيه دهون او زيوت خالص. ففي ناس بتحط بالمرز، ناس بتحط مش عارف نخاع ايه وحاجات كده فظيعه، شيا بتر رو يعني ويحطوه. انا ما اقدرش اطبق منتج على حاجه زي كده، فلازم الشعر يبقى نظيف. انا لو جاتلي عميله كده بقول لها لا تعالي لي يعني في خلال اسبوع اسبوعين هنغسل اكتر من مره بكلاريفاينج لحد ما شعرك يبقى جاهز، بس اقدر امنعها ما تحطيش كريمات تصفيف، ما تحطيش سيروم، ما تحطيش حمام كريم، ما تحطيش كونديشنر، بس تغسل شعرها بشامبو عادي جونسون مثلا اي شامبو، بس ما تحطش حاجات دهنيه على شعرها تمام. انما كده بريل، فانا عايزه انضف الدهون، فتقول لها استخدمي بريل كده تساقط رسمي. ما هو انا كده حطيت برضو صودا قويه، ما صودا قويه وايه تاني وسلفونيك اسيد حاجات وحطينا كتير. حاجات كتيره جدا على شعر. يقول لك ايه لا الجديد بقى سمعتها، ما ينفعش نحط البريل عشان فيه جليسرين فهو فيه دهون. يعني بص يعني الكام يعني سنتي جليسرين الخمسون اللي احنا دول يعني بنحطهم هم في دول الاخر العميل انا مشكلة، عشان لكن بصنع البريل هو هيبقى شغال. فيه دهون. طب وبالنسبه للصودا الكاويه والسلفونيك اسيد اللي بيتحط على شعرها، انت كده وش جالك تساقط، فمفيش حاجه اسمها بريل، ما ينفعش. في شامبو مخصص اسمه كلاريفاينج، الشامبو ده بيبقى البي اتش بتاعه مثلا 7 ماكسيمم 8 ما بيزيدش عن كده، بيفتح رشف الشعر، بيهيأ لي الشعر للتريتمنت اللي بعده اللي هو سواء بقى البروتين وات ايفر انا هستخدم ايه، بيهيأ الشعر لكده، ما ينفعش اقل من كده. لما تجيلك عميلة وتقول لك أنا عايز أعمل بروتين، البروتين هيقعد معايا قد إيه؟ تقولي لها إيه؟ بتبقى عايزه ضمان مدى الحياه. يعني معانا لغاية قد إيه؟ 3 أيام؟ طيب انا بقول ايه، هو البروتين تريتمنت موضعي للشعرايه الموجوده. احنا الشعر بتاعنا فيه 3 روابط، روابط هيدروجينيه، روابط ملحيه، روابط اللي هي جسور ثنائي الكبريتايد. البروتين بيشتغل على روابط الكبريتايد دي، بيحل الرابطه دي. فانا بعمل تريتمنت لشعرك، لا بتيجي تقول لي ايه انا عايزه اللي يطلع يبقى زيه، مش عارف يعني بقول لهم كده تمام. انا احقنكم بروتين. مش عارفه ازاي، فهو تريتمنت موضعي للشعر الموجود. الجذور اللي بتطلع دي حسب نمو حضرتك، يعني انت ممكن لو طفله يكون بيطلع بسرعه، لو حد كبير او بتاخدي فيتامين او حاجه ممكن يكون شعرك بيطول بسرعه. انا بنصح انه بيتعمل مثلا كل 9 شهور، كل 6 شهور، يعني ماكسيموم مرتين في السنه. برضو ما بحبش الناس، انا كانت عندي عميله عامله 3 مرات وعايزه تعمل الرابعه، انا رفضت. ممكن تكون سامعاني دلوقتي، رفضت، قلت لها حرام عليكي شعرك، بتقولي الجذور طلعت سنتي فانا عايزه اعملها. طيب احنا نعمل الجذور بعد قد ايه؟ يعني المفروض الشعر خلينا نقول كده، يعني هل انا بعد البروتين لازم استخدم مجموعات عناية زي ما احنا عارفين؟ ما عندناش مشكلة، دي مشكلة كبيرة، هي بتدفع كتير في البروتين وبتعمل مجهود وبتستخسر جامد، بعد كده ان هي وتيجي تستفيد. تستخدم شامبو عادي او تجيب مجموعة عناية مش موثوق فيها، طب انت كده بوظتك. البروتين هو الخطوة الأولى، لازم أكمل بعديه بمجموعة عناية كويسة جدا تكون فري سلفات، لازم. دي بتفرق، ممكن تخلي بقى الشعر الجديد طالع حلو لأن الكونديشنر لكن وحمام مش الكريم مفروض، لكن مش هيديله مفروض، مساحة ان هو يبقى كويس. وتسيبيه 6 شهور لما يطلع 5 سنتي 10 سنتي ابدأي اعمليه، مش أقل من 6 شهور المفروض. طيب بعد 6 شهور مع مجموعة العناية او مع العناية الكويسة او استخدام مجموعة عناية موثوق فيها، تمام، البروتين ممكن يفضل في الشعر لغاية قد ايه؟ لا هو مش بيروح، لو بتعمل لغاية ما التعليمات الشعر مع يتقص القص يطول بقى ويتقص، يتقص هو مش بيروح. ومش بيروح. أنا عندي بيجوا بالسنة وبالسنتين الأطراف زي ما هي، وما بنجيش عندها، ما بنشتغلش عندها، بنحط مادة زي مادة مرطبة واحنا شغالين على الجزء اللي تحت، بنشتغل الروتس بس. طيب الصبغة والبروتين يجتمعوا ولا يتنافروا مع بعض؟ ممكن وممكن، يعني تفتيح لدرجات عالية وبعدين بروتين وبعدين صبغة، ما هو لازم بعد التفتيح صبغة، كده بتدمري شعرك، دمرتي كل الروابط خلاص. الصبغة حلت روابط والبودرة والبليتشنج والبروتين، والصبغة كملت. ما هو الصبغة بتفتح الحراشف زيها زي الكلاريفاين، انا باجي اقفل الحراشف دي بالبروتين بالمسبل الحمضي ده، اجي بعد كده احط صبغة عشان اللون التفتيح ما ينفعش يبقى موجود، ببوظ الشعر. فنبعد عن كده، انا بقول ممكن نصبغ لون لو الشعر بيور ومصممة عروسة مثلا او مصممة، ممكن تصبغ لون وبعديه تعمل بروتين. البروتين كده كده بيفتح اللون درجة، بس لون من غير تفتيح، يعني ما بحبش التفتيح مع البروتين. تمام. ايه النصايح بقى للعميلة او لست البيت اللي عايزة تعمل بروتين، او للبنت
تمام اللي داخله على المدرسه وعايزه تعمل بروتين، مش هنقول بقى من اقل من 12، نقول من 12 واحنا فما فوق. قبل ما تعمل يعني نصايح قبل ما تعمل قبل ولا ما بعد ما تعمل تعمل؟ وبعد ما تعمل. إيه قبل ما تعمل بفترة تشوف حد موثوق فيه، بلاش نقعد نعمل سيرش ونجيب منتجات كل المنتجات الدعاية بتاعتها واو وما حصلتش. بس انا اللي ببقى عارفة، انا لما بشتغل ببقى عارفة ايه المنتج الكويس والوحش، فما تروحيش تقولي لي اعملي لي المنتج ده، روحي لحد بتثقي فيه وسيبيه هو بيعمل، النتيجة هتبقى ليه. ولما تقولك انا هعمل لبنتك او ليكي حاجة فرد 50% كفاية، ما تقولهاش لا، هي شايفه ان ده مش هيأذي شعرك، اصل انت مش هتعملي مره وتمشي، هتكملي. فانا ممكن ابدا الاول بنوع، بعد كده لقيت الشعر ما استحملش، المره اللي بعدها سوري الشعر محتاج حاجه اقوى، المره اللي بعدها ابقى اعمل حاجه اقوى شويه، بس دايما ببدا بضعيف تمام، ما احنا ببداش بالقوي. يعني للاسف الشديد وقت الفقره خلص. طيب الحمد هيبقى لله. ان شاء الله لينا مقابلات تانية، يا رب لان ما فعلا كنتش احنا ما زعلت حد خلصناش مني. الموضوع واتبسطنا قوي انا مبسوطه ان بصراحه احنا ما خلصناش، ان مش احنا عارفه ما الورق ده خلصناش فيه ايه. فعلا الموضوع، ما لحقتش بصراحه خلص. احنا سعداء جدا بيكي ميرسي يا حبيبي. استاذه نشوى الغريب، خبيره التجميل وصاحبه شركه كاريشما، اتشرفنا بيكي ونورتينا، ان شاء الله اكيد هنجيبك تاني معانا لا. ونكمل الأسئلة. إن ميرسي شاء الله جدا يا فندم. ليكي، وتابعونا وبعد الفاصل. إن شاء الله. ميرسي.